السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بكم من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 8800 مشترك. النهاردة معانا موقع جديد للاستثمار، موقع فولكن جولد. الموقع ده نبدأ نستفاد منه عن طريق الاستثمار او عن طريق البونص اللي بيقدمه للترويج ليه، سواء على الفيسبوك، سواء على قناتك على التليجرام، سواء على قناتك على اليوتيوب. الموقع الناس اللي هتستثمر فيه هتستثمر على مسؤوليتها الشخصية. الحد الأدنى للاستثمار في الموقع $1، والحد الأقصى للاستثمار في الموقع $50,000. الموقع ليه 6 خطط استثمارية. الخطة الأولى بتدينا 25% عائد لمدة 6 ساعات، الخطة الثانية بتدينا 12% لمدة 20 ساعة، والخطة الثالثة بتدينا 450% لمدة 3 أيام، والخطة الرابعة بتدينا 1200% لمدة 6 أيام، والخطة الخامسة بتدينا 3700% لمدة 12 يوم، والخطة الأخيرة بتدينا 8500% لمدة 24 يوم. أنا مثلا لو هستغل الخطة الأولى هستغلها مثلا $1 او $10، يبقى الاجمالي اللي انا هاخده بعد 6 ساعات هاخد $15. احنا هنستثمر في الموقع ده في الاول مثلا $1. هنا دي اخر ايداعات في الموقع، وهنا اخر سحوبات في الموقع. هنا الموقع بيدي كوميشن على الاحالة، مثلا لو احالة سجلت من خلالك هتاخد 10% كوميشن. هنا نقدر نروج للموقع عن طريق اليوتيوب والتليجرام والفيسبوك. وسائل الدفع في الموقع الباير والبرفكت موني والادفكاش، والعملات الالكترونية البيتكوين والبيتكوين كاش واللايت كوين والداش كوين والإيثيريوم واللايت كوين. طريقة التسجيل في الموقع، بنضغط على كلمة ريجستر من هنا، هنا بنسجل بياناتنا، هنا اسمنا بالكامل، هنا اليوزر نيم اللي بتخش بيه، هنا الايميل بتاعك، بنعيد الايميل، بعد كده هنا الباسورد، هنا بنعيد الباسورد، بعد كده بنضغط على كلمة اي اجري من هنا ونضغط على كلمة ريجستر، بعد كده بنضغط على كلمة لوجن ناو من هنا. طبعا هما ليهم قناة على التليجرام تبدأ تتابع الاخبار بتاعتهم. هنا بتدخل باليوزر نيم والباسورد ونضغط على كلمة لوجن من هنا. ده هنا تحت ده رابط الاحالة بتاعي، ببدأ اروج للموقع. لو عايز استثمر في الموقع هنستثمر فيه $1، هضغط على كلمة ديبوزيت من هنا، بعد كده هنزل هنا تحت هختار الخطة الاولى هودع فيها $1، هنزل هنا تحت كده واحط المبلغ اللي هو $1، هدفع عن طريق الباير، هضغط على كلمة اسبند من هنا. الخطة اللي انا هستثمر فيها هضغط على كلمة بروكسيس من هنا. الموقع هنا بينقل لمحفظة الباير، هضغط على عملة اليو اس دي من هنا، اضغط على كلمة كونفيرم هاف ريكفرد يور ديبوزيت. طريقة السحب من الموقع، هضغط على كلمة ويزدرو من هنا. كده هنا بيكون في رصيد في البالانس، ببتدي اسحبه على المحفظة اللي انا مستثمر بيها في الموقع. طبعا الترانساكشن هنا دي المعاملات بتاعتك، السحوبات والإيداعات اللي انت عملتها. هنا في الريفرال دي الاحالات اللي مسجلة من خلالك، وهنا في الايديت اكاونت دي بتعدل بياناتك في الموقع. موقع فولكن جولد من المواقع اللي احنا نبدأ نستفاد منها عن طريق الاستثمار او عن طريق البونص اللي بيقدمه الموقع للترويج لي. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا ليكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.